بجوار كنيسة سيدة الجبل للاتين في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون، يطل بيت الشباب مريم العذراء أم الرجاء الذي يعنى برعاية الأيتام ومن ليس لهم معيل. فريق نورسات الأردن زار المكان وأعد التقرير التالي. نشكر ربنا على كل الإمكانيات اللي برضه بيقدمها لنا، حتى لو احنا مش عاملين حسابها، ولكن الله دايما بيرعانا. بنحاول اللي احنا يعني نعيشه اللي هو جو عيلة. إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. في بيت مريم العذراء أم الرجاء التابع لكنيسة سيدة الجبل في منطقة عنجرة بمحافظة عجلون، انطبقت هذه الكلمات على الأطفال اليتامى والشباب والشابات الذين لم يجدوا معيلا لهم. عندما زرنا هذا المكان لمسنا الحب الوالدي الذي يفيض من القائمين على البيت. الأب يوسف سلامة كاهن الرعية والمشرف على البيت حدثنا خلال لقائنا معه عن بداية تأسيس بيت الأطفال وطريقة متابعتهم حتى يتمكنوا من أن يصبحوا مسؤولين عن ذواتهم، حيث يحرص البيت على إعادة تأهيل الأطفال وتنمية تربيتهم تربية إيمانية، إلى جانب العمل على دمجهم في المجتمع المحلي ومساعدتهم صحياً وتعليمياً وتربوياً. اكتشفنا الاحتياج ده من حوالي 13 سنة. اكتشفنا الاحتياج للأردن بشكل خاص، مش للأيتام فقط ولكن لبعض الناس اللي عندهم ظروف مختلفة، وخصوصا للأولاد والبنات وبشكل خاص من المسيحيين، علشان يكون في تكوين ديني وتكوين تربوي. عشان كده ابتدينا نفتح البيت من أكثر من 15 سنة للبنات، بعد كده الأولاد جوا بعدها بعشر سنين فتحنا بيت الأولاد هون. ما كانش عندنا مكان كبير، ولكن استقبلناهم في بيت الخوارنة في بيت الكهنة، وده يمكن علشان في احتياج كتير لبعض الظروف الخاصة، مش بس الأيتام، ولكن في ظروف معينة للفقراء، للناس الفقراء والمحتاجين، وفي بعض العائلات المرات كتيرة احنا بنصلي السنة دي من أجل الأسر والعائلات، وكمان في تفكك أسري، فبعض الأمور فيها تفكك أسري. احنا بنساعدهم لحد ما بيكبروا، لحد سن التوجيه، لحد ما يكونوا شباب يقدر يواجهوا المجتمع ويتحدوا ظروف الحياة، ودي مهمتنا اللي احنا نحاول نساعدهم لحد ما يكونوا رجال قادرين على المسؤولية. ما عندناش شروط معينة للأفراد اللي بتيجي هون، بس مجرد مش أكتر إن بيكون في من خر الرعية أو من الكنيسة كتاب إنه اللي فيه ظروف خاصة إحنا بنقدر نستقبله هون بسرعة وبقلب مفتوح لكل جميع الناس اللي ممكن يطلبوا مننا أي مساعدة. كمان في نفس الوقت إحنا بنستقبل، كمان بنعيش هنا بمساعدات الناس كتير من أصدقاء عنجرة بشكل خاص، في مجموعة تكونت اسمها مجموعة أصدقاء عنجرة علشان بتساعد هذه البيوت، بالإضافة لبعض الهيئات اللي ممكن بتساعدنا، وكمان بتعضدنا كتير الكنيسة سيدنا المطران وكل الكنيسة سيدنا وسيدنا البطرك كمان بيعضدونا دايما، ساعدونا كمان في بناء بيت جديد للأولاد. علشان كده بنشكر ربنا على كل الإمكانيات اللي برضه بيقدمها لنا، حتى لو احنا مش عاملين حسابها، ولكن الله دايما بيرعانا.
بنستقبله من سن 12 سنة لحد ما يكمل 18 سنة لحد سن توجيهي. بعد توجيهي المفروض هو بيبتدي يكون نفسه ويبتدي يعتمد على ذاته. احنا بنساعده طبعا، بنساعده بالمتابعة المستمرة سواء كان في الجامعة او سواء في العمل، احنا بنساعده ومتابعه، مرات كتير بنوفر له فرصة عمل مناسبة ليه، ودايما بنبقى دايما في زيارة وتسأل عليه دايما بطريقة مستمرة، وخصوصا لو هو ما كانش ليه حد بيبقى فيه متابعة أكتر. ولكن مرات كتير بيبقى فيه ليه عائلات، بس بتبقى المتابعة بطريقة يمكن مش قوية زي ما لما ما يكونش ليه حد ممكن يتابع معه. أكثر من مرة وقعنا في ظروف مادية، ولكن الله بيبعت المعين في الوقت المناسب. يعني مرات كتير بيبقى عندنا ظروف مش لاقيين نجيب الغاز مثلا، الجو خصوصا في بداية الشتاء، وفجأة بنلاقي حد بيتبرع بيقول لنا تمن الغاز علينا احنا، والظروف كلها بالحمد لله كل حاجة احنا عايشين بها من خلال العناية اللي هي اللي بترعانا دايما. الراهبة مريم إحدى راهبات رهبانية الكلمة المتجسد اللواتي يقمن على الرعاية الكاملة للأطفال والاهتمام بهم وباحتياجاتهم ومتابعتهم. حدثتنا عن دورهن داخل البيت واليوميات التي عشناها مع الأطفال. عندنا عدد بنات وأولاد، عندنا من عمر 8 شهور، عندنا كمان جوزنا 2 هاي السنة، عندنا بالجامعة تقريبا عندنا كل الأعمار، عندنا 34 واحد. هنا بيت الأطفال من عمر 3 سنوات وفوق يعني، وبعدين هناك في بيت للصبايا، وتحت عندي لأبونا في عنده الأولاد. إحنا بنستقبل الأطفال عن طريق للكنيسة خوارنة الرعاية بكل الأردن تقريبا، عندنا الأولاد من كل المحافظات عندنا، أو عن طريق كاريتاس. إحنا بنستقبله من هو من بداية يعني، حيث هو صغير ولو حتى ظروفه ما بتسمح إن هو في يعني يقدر يكمل عند الأهل أو هيك، إحنا بنعتني بدراسته بأكله بشربه، حتى ما يوصل الجامعة كمان إحنا لازم نشوف هذا الموضوع، حتى يعني ما يقدر ياخذ هو المسؤوليه لحاله انه هو يقدر يفتح اسره وخلاص يعني اموره تمام، فهيك بيكون يعني. واحنا عندنا خبره ان احنا عندنا كمان بنتين اتجوزوا، فحتى ما اتجوزوا شفناهم ان هم مبسوطين مع جوازهم، بس حتى الان بنسال عليهم هيك يعني، بس يعني هيك احنا بنهتم فيهم يعني، يعني بنحاول ان احنا ما نتركهم لحالهم. عام 2017 احتفل بإنشاء البناء الجديد لبيت الشباب، بيت مريم العذراء أم الرجاء، الذي يعمل على تأمين حياة كريمة وسكن كريم للأيتام، ويقدم خدماته الإنسانية دون مقابل، ويأوي بين جنباته من ضاقت بهم الحياة ليكون لهم السند والمعيل. أن تعين يتيماً هو أعظم عمل يمكن أن يسعى الإنسان إلى القيام به، لأن الرب خبأني في مظلته وسترني بخيمته وعلى صخرته قد رفعني.